والتقوى هي العمل بالتنزيل، والخوف من الجليل. لا بد للعبد أن يعمل بما أمر الله عز وجل به، العمل بالتنزيل والخوف من الجليل تبارك وتعالى. وعلى العبد أن يلتزم بما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله ليحقق هذه التقوى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فقوله عز وجل: لعلكم تتقون، فالمقصد والهدف من الصيام هو تحقيق التقوى، والتقوى هي السبيل إلى رضوان الله عز وجل وإلى جنته، كما قال عز وجل: إن للمتقين مفازا. وقال عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم. والله عز وجل أمر بالتقوى في كثير من آيات القرآن. والتقوى هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل. لا بد للعبد أن يعمل بما أمر الله عز وجل به، العمل بالتنزيل والخوف من الجليل تبارك وتعالى. وعلى العبد أن يلتزم بما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله ليحقق هذه التقوى. والله عز وجل أمر الناس بالتقوى، قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبين عز وجل أن التقوى هي السبيل إلى رضوانه وجنته، كما قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالسبيل إلى التقوى هو باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه. ولذلك الله عز وجل قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.